انا هتجنن. انت كمان متضايقه ان انا مديت ايدي عليه؟ انا مش متضايقه انك انت مديت ايدك عليه، انا متضايقه انك انت ايدك على طول سابقه لسانك. يا ستي انا كده واخداني وانا كده وطول عمرك عارفه ان انا كده حمقي ومتخلف وخلقي قد خرم الابره. انا عايزك تقطعي علاقتك بالحيوان ده هو ومراته، ويا ريت ما تدخليش صحابك بينا تاني. يا سلام، دلوقتي بقى اصحابي هما في الاساس صحابك وهما اللي محرفينك عليا. ايه ده يا كريم، ما تكبرش الموضوع. الموضوع كبير يا سلمى. يبقى انا كمان هكبر الموضوع. لما رقصت مع مايا كان المفروض اجيبها من شعرها تحت رجلي واديها قلمين على وشها لما لقيتك برفانك حلو. لا يا حبيبتي، في فرق كبير قوي. ده كان بيحاول يبوسك. مفيش فايده فيك، انا داخله انام. تعالي هنا، رايحه فين؟ انا لسه ما خلصت. عايز ايه؟ انا مش مصدقك، انت ازاي شايفه الموضوع بالبساطه دي؟ بقول لك كان بيحاول يبوسك. وانا زقيته ومشيت. يعني حصل ولا لا؟ حصل. وانت ضربته وفرجت علينا المكان كله، اعمل لك ايه تاني؟ يعني انا مش مجنون؟ يعني حصل. انت هتضربني ولا ايه؟ هضربك واكسر دماغك. ما هو اكيد ما عملش كده بمزاجه الا لما انت فتحتي له السكه. عارف صاحبك عمل كده ليه؟ مش عشان انا فتحت له السكه، عشان شافك مش راجل. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.